أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك بعض طلبة العلم لا يحثون من تحت أيديهم من الطلبة على حضور دروس العلماء، وربما حذروا من حضور دروس العلماء لأنهم يحذرون من أهل البدع والأخطاء المنهجية، فهل يجوز لنا أن نحذر من هؤلاء الذين يحذرون الطلبة من الحضور عند العلماء؟ أنتم لا تعملون بقولهم، احضروا دروس العلماء واستفيدوا، ولا تعملوا بقول من حذركم، لكن عليكم أن تبينوا لهؤلاء أن دروس هؤلاء العلماء أنها مفيدة، وأنها ليس فيها تعرض لأحد أو غيبة أو نميمة، وإنما هي دروس نزيهة، لأنه بلغه شيء عن بعض الدروس أو عن بعض المشايخ بلغه شيء، لأن الوشاة والنمامين كثيرون اليوم، فلعله بلغه شيء فأساء الظن. فأنتم بلغوا عن هذا وانفوا هذه التهمة، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فاتركوه واقبلوا على طلب العلم. نعم.